رافقه سجانه إلى جوار منزله، ولم يغادروا إلا وقد تعرفوا على المكان جيدا، فقد يعيدوه إلى إحدى زنزانتهم يوما. السياسي محمد الدغبشي قضى عاما كاملا متنقلا بين السجون التي تمتلئ بها مدينة الحديدة، وحين خرج كان مجبرا أيضا على التبسم وعلى ترديد كلمات غامضة. خرج محمد تاركا خلفه المئات من أبناء محافظته لا يدري عنهم شيئا ولا يعرف حتى أسماءهم، رغم أنهم كانوا في غرف متجاورة ويسمعون أنات بعضهم جيدا. فقد اعتادت ميليشيا الحوثي على توزيع المعتقلين في مختلف الأماكن التي يستهدفها القصف، وكانت النتيجة ما حدث منذ أيام. مات عدد من السجناء قبل أن يحصلوا على حريتهم، وقبل أن يتمكنوا من رؤية أقاربهم الواقفين على الأبواب. انتهت بذلك الوعود والوقفات ورحلات الانتظار اليومية للأقارب. نالت محافظة الحديدة الجزء الأكبر من الاعتقالات، سجن المئات من أبنائها، وداهمت دوريات الميليشيا القرى البعيدة عن قلب المدينة. ولم يغفر الجوع والفقر المنتشر للأهالي، فقد كانوا دائما هدفا للاعتقال، وما زالوا عرضة للموت وللمجهول الذي ينتظرهم في غرف مغلقة اطلق عليها سجون.